واحد يقول ما هي توبة السارق إذا لم يقدر على سداد ما سرقه؟ يقعد ضميره يتعبه من أجل كده، لكن إذا قدر يسدد، ما قدر شيء خلاص، لأن في خطايا الواحد ما بيقدر شيء يعالج نتائجها، من ضمنها خطية القاتل مثلا. هيعالج النتيجة ازاي؟ قتل واحد وخلاص. فانت مطالب انك انت تعالج نتائج خطيتك في حدود امكانياتك، اذا ما قدرتش ربنا يغفر.